مشاهدينا الأعزاء، تحية طيبة وأهلا بكم. تميز الوضع الجوي لهذا اليوم بمخفض نسبي للضغط الجوي، وكما نلاحظ من خلال تسلسل صور القمر الاصطناعي كان سماء فصباحة صافية بقليل السحب على مجالنا البحري. توقعاتنا الجوية المنتظرة لما بعد الظهر سحب عابرة على مجالاتنا البحرية بشمال تونس، رياح شرقية جنوبية شرقية سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، البحر يكون مضطرب بشرق تونس، رياح جنوبية غربية جنوبية شرقية من 10 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب بخليج قابس، رياح شرقية جنوبية شرقية من 10 إلى 20 عقدة كذلك البحر قليل الاضطراب، ورؤية تمتد من ميلين إلى 8 أميال. بالنسبة لهذه الليلة سحب عابرة على مجالاتنا البحرية كذلك بشمال تونس، رياح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب بشرق تونس، رياح جنوبية جنوبية شرقية من 10 إلى 20 عقدة، البحر يكون قليل اضطراب، وبخليج قابس رياح جنوبية جنوبية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، البحر يكون قليل اضطراب فمضطرب، ورؤية تنخفض من 8 أميال إلى ميلين. يوم الغد إن شاء الله طقس مغيم جزئيا على كافة مجالاتنا البحرية، بسواحلنا الشمالية ريح من القطاع الجنوبي سرعتها من 20 إلى 25 تصل مؤقتا إلى 30 عقدة، البحر يكون مضطرب. بخليج الحمامات ريح من القطاع الجنوبي كذلك من 10 إلى 15 عقدة، ثم تتقوى آخر النهار لتصل إلى 15-20 عقدة، البحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب، ورؤية تمتد من ميلين إلى 7 أميال. بمنطقتي الشابة وخليج قابس ريح من القطاع الجنوبي كذلك من 10 إلى 15 عقدة، تقوى آخر النهار لتصل إلى 15-20 عقدة، البحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب، ورؤية تمتد من ميلين إلى 8 أميال. نمر الآن إلى حركتي المد والجزر، بميناء أسفاقس 34 سنتيمتر على الساعة 9 ليلا و16 دقيقة، متر و74 سنتيمتر على الساعة 3 صباحا و17 دقيقة، بميناء قابس 59 سنتيمتر على الساعة 9 ليلا و25 دقيقة، متران و16 سنتيمتر على الساعة 3 صباحا و31 دقيقة، بميناء جرجيس 24 سنتيمتر على الساعة 9 ليلا و14 دقيقة، ومتر على الساعة 3 صباحا و20 دقيقة. في الختام ولمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال بالموزع الصوتي، زيارة موقع الويب أو بعث إرسالية قصيرة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.